السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، ولمثلكم بمقطع جديد وحلقة جديدة من لعبات ماينكرافت. اليوم يا شباب قررت أن أقوم بعمل رحلة كهفية استكشافية، فهيا لكي ننطلق. حسنا يا شباب، بداية ذلك المطار لقد حل الظلام، لذا يجب علي الذهاب والنوم، وأيضا يجب علي أن أخذ بعض اللوازم. شباب كمطار لقد قمت بتجهيز بعض الأشياء هنا، لكن نسيت صراحة أن أخذ معي كرافتن طيبل وكذلك السرير لن أحتاج إليه يا شباب. حسنا، دعوني بالأول أذهب لكي أنام، بعد ذلك ينقصني بعض الأشياء يجب علي أخذها يا شباب. وكما ترون تلك هي مزرعة الآيرون يا شباب. صراحة هذا هو أعظم مشروع قمت به في حياتي في لعبة ماينكرافت. جميل جدا. حسنا، ما كنت أريده يا شباب وهو أحتاج إلى الأسهم. لن أكذب عليكم يا شباب، مزرعة الأيرون هذه التي قمت ببنائها بنيتها من أجل الأسهم فقط يا شباب، لكي أصنع الكثير والكثير من الأسهم يا شباب اللانهائية. فلهذا سوف آتي إلى هنا وأخذ بعض الأيرون يا شباب لكي أقوم بصنع بعض الأسهم. شوفوا معي كمية الأيرون التي توجد لدي، لكن سوف أخذ منه 25 وتعرفون سوف أخذ هذا بالكامل. بعدها أذهب يا شباب لكي أقوم بصنع بعض الأسهم يا شباب. حسنا، سوف أحتاج إلى بعض الستيك، وسوف أحتاج أنا جائع. حسنا، لدي هنا ستيك من الطعام يا شباب كما ترون، ستيك من اللحم المطبوخ ولزيته جائعا. حسنا، جيد جدا. الآن دعوني أخذ بعض الريش يا شباب، ثم الكرافتن طيب الموجودة لدي دعوني أضعها هنا، ثم دعوني أصنع الآن الأسهم. أظن بأنها على هذا الشكل، أظن بأنها على هذا الشكل. ليست على هذا الشكل يا شباب، كيف إذا؟ حسنا، على هذا الشكل ولا حتى على... حسنا، دعوني إذا قلبتهم، أو ربما لحظة، ربما إن عملت هذه الحركة لا ليس هكذا، عفوا ليس هكذا، بل قصدت هكذا. حسنا، هذا ما قصدته. أوكي، ثم أضع هذه وهذه وهذه. حسنا، أظن بأنني أخطأت في شيء ما يا شباب. دعونا لنبحث هنا. حسنا، حتى هنا لا يوجد كيف أقوم بصناعة الأسهم، لذا هذه ورطة وقعت فيها. حسنا شباب، بعد البحث القصير اكتشفت الطريقة. صراحة لقد خاب ظني كثيرا كثيرا كثيرا. الستيك يا شباب لا يصنع من الأيرون إطلاقا، بل يصنع من الجرافل، لا أصدق. وخاصة الفلينت يا شباب، أقصد الفلينت، والفلينت لكي نحصل عليه نحتاج إلى الجرافل يا شباب. صراحة إنني محبط كثيرا كثيرا كثيرا. حسنا، هذا هو الجرافل، عندي بعض الجرافل هنا، ودعونا الآن لكي نغادر هذا المكان، وسوف نحصل على بعض الفلينت يا شباب. وعندي طريقة جميلة جدا يا شباب، سوف تستطيعون الجمع بها الفلينت يعني بسهولة إن كان لديكم الجرافل طبعا. حسنا، تأتون إلى هنا على سبيل المثال على هذا الشكل. أوكي، تضعون يعني بلوكتين على هذا الشكل، ثم سوف تحتاجون إلى المجرفة يا شباب، وسوف تحتاجون إلى الجرافل على هذا الشكل. ممتاز، والآن شوفوا معي على هذا الشكل، شوفوا. أوكي، حصلنا على واحدة. حسنا، أوكي، بهذه الطريقة تستطيعون الحصول على الفلينت بسهولة يا شباب، يعني ليس بسهولة إنما بسرعة، لكن نحتاج إلى الشافل يا شباب المطور، إلى الفورتشن يا شباب، لكن الحظ ليس لدي. حسنا، أوكي، حسنا، ونظرا لأن يا شباب، حسنا دعوني أخذ واحدة لم أرها. نظرا لضيق الوقت يا شباب أنا لن أستمر في تلك العملية، لكن سوف أقوم بها خلف الكواليس، لكن ليس الآن يا شباب. مثل ما أخبرتكم خلف الكواليس تستمرون على تلك العملية حتى ينتهي الجرافل الذي بين يديكم. حسنا، أنا سوف أقوم بصنع بعض الأسهم يا شباب، وأتمنى صراحة أن تكفيني. دعوني لكي نرى، سوف أضعه على هذا الشكل، ثم على هذا الشكل، ثم على هذا الشكل. جميل جدا، في كل يعني حبة فلينت وحبة وستيك واحدة وريشة واحدة يعطيك 4 أسهم. هذا رائع جدا، ممتاز.
صار عندي يا شباب 51 سهما حسنا، جميل جدا. دعوني الآن لكي أخذ الكرافتن تايبل يا شباب، ولكي لا أضيع المزيد من الوقت دعوني أضع هذا الشيء هنا. أو تعرفون سوف لن أخذه معي، سوف أتركه هنا. وحسنا أظن بأن هذا الشيء هذا كل شيء يا شباب الذي سوف أتركه هنا. كذلك سوف أضع الفلينت في مكان ما حتى أعود يا شباب. حسنا كذلك سوف أضع الجرافل في مكان ما هنا حتى أعود إليه. أوكي لدي اثنان من ستيك الديرت، ثلاثة من ستيك الديرت يا شباب لأنني سوف أحتاجه لأنني قد أطول كثيرا في الكهف يا شباب. وسوف أخذ معي بعض الخشب يا شباب، وأفضل أن أخذ هذا الخشب حسنا الذي عندي فيه بكثرة. والآن دعونا لكي ندخل إلى الكهف مباشرة. حسنا بسم الله على بركة الله، دعونا لكي ننزل. حسنا الغرض من هذه الرحلة يا شباب وهو أننا نريد جمع بعض الدايموند إن كان موجودا يا شباب، وكذلك أريد أن أجمع يعني بعض اللابز لازولي كذلك إن وجدته، لأنني الآن أحتاج إلى تطوير أسلحتي وأحتاج إلى تطوير الكثير من الأشياء. وسوف أحاول البحث يا شباب، وسوف أحاول البحث عن شوفوا كمية الوحوش الموجودة هناك يا شباب. وحيد القادم إلي. حسن ليس لدي الوقت للعب معكم اليوم، إنما اليوم سوف أبحث عن 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 عن, عن... سبايدر هناك يا شباب. حسنا اليوم يا شباب سوف أحاول البحث عن الدايموند إذا وجدته بإذن الله. حسنا هناك الكثير من الزومبي يا شباب والكثير من الوحوش، وصراحة الشموع لم أحضر الشموع لكنني لن أحتاجها يا شباب. أظن بأنني كنت هنا يا شباب كما ترون، هذا هو الجرافل، يمكنني أيضا أن أجمع يا شباب الجرافل. حسنا هنا كنا فيه يا شباب سابقا عندما عثرنا هنا على سبونر يا شباب. هذا سوف أعمل فيه يعني الإكس بي يا شباب، مزرعة الإكس بي لكي أحصل على الكثير من الإكس بي يا شباب، لكي أستطيع تطوير الأسلحة إلى التطويرات التي أحتاجها. ما رأيكم إن دخلنا إلى الأسفل هنا يا شباب، هل سوف نجد شيئا مثيرا للاهتمام أم لا؟ حسنا هنا حبة آيرون يا شباب، ما رأيكم إن أخذناها؟ صراحة لا أدري، لكن حسنا الأيرون يا شباب عندي الكثير من الأيرون ولن أحتاج إليه ولن أقوم بجمعه بعد الآن. كل ما يهمني الآن يا شباب وهو الحصول على الدايموند. هل سوف أجد الدايموند؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عثرت على الدايموند. يا رب أن تكون حبتين، يا رب حبتين حبتين. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أريد حبة ثالثة، حبة ثالثة لو سمحتم، حبة ثالثة، ألا يمكن ذلك؟ حسنا دعوني أن أحفر مزيدا. حسنا لا توجد حبة ثالثة يا شباب. حسنا دعوني الآن أغلق هذا المكان على هذا الشكل. أوكي كنت هنا. حسنا نستمر في النزول يا شباب لنرى. حسنا هنا توجد بركة لافا، صراحة لو كان عندي يعني تطويرة الريزيستنت فاير يا شباب كنت سوف ادخل الى داخل اللافا وابحث هناك ان كان هناك شباب بعد الدايموند، لكن ليست عندي. حسنا اوهو غرفة مغلقة، وهنا تفرع اخر يا شباب سوف نذهب منه. وحسن لا يوجد اي شيء هنا، فما رأيكم يا شباب اتينا لما لا نأخذ معنا بعض الجرافل يا شباب، لانني سوف احتاج اليه. حسنا كريبر انفجر على كريبر، انفجر علي الكريبر يا شباب ولم ألاحظه أبدا، لا أعرف من أين أتى. وصراحة لقد كنت شارد الدهن يا شباب عندما كنت أجمع الجرافل حتى انفجر بالقرب مني. حسنا يبدو بأنني سوف أكتفي بها. هناك لابس دازولي شباب سوف أقوم بأخذه. لحظة 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 لحظة، ممتاز. حسنا لن أذهب بدونه يا شباب لأنني أيضا سوف أحتاج إليه. ممتاز ممتاز ممتاز. أهم شيء يا شباب وهو أن عندي الآن حبتين دايموند لأنني سوف أحتاج لإنشاء مكتبة، وهذا هو الأهم. حسنا أيضا نسيت شيئا يا شباب، درعي
ونسيت أيضا الخوذة حسنا، والآن أنا أصبحت جاهزا. دعونا الآن لكي نغادر هذا المكان ونبحث في مكان آخر. حسنا هنا كنت. أوه حبيبي حبيبي حبيبي، أوكي ابتعد يا أخي. أوف 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 أوف. ممتاز، ما انفجر واحد ومات واحد وأعطاني هذه. حسنا دعونا الآن لكي ما قصة هؤلاء يا شباب. حسنا انفجر انفجر بعيدا يا أخي. حسنا ممتاز لم ينفجر. أوكي دعونا الآن لكي نستمر، وسوف أحتاج إلى بعض الطعام. ممتاز، ثم ننطلق مباشرة. حسنا 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 حسنا. ما رأيكم بهذه النزلة؟ أننزل للأسفل؟ حسنا لا يهم، دعوني يا شباب لكي أخرج من هذا المكان والأبحث في مكان آخر. حسنا هناك الكثير. حسنا هذا كهف آخر، سوف أذهب من هنا يا شباب. هنا لم أذهب منه قط. حسنا لذا اليوم سوف أستكشف. كنت أريد الذهاب سابقا من هذا المكان، لكن لا أعرف صراحة، عاقتني بعض الوحوش، والآن سوف أستمر الآن في البحث عنه في هذا المكان. حسنا هنا لا توجد وحوش اليوم. الآن سوف أخذ معي هذا اللبزلز يا شباب. حسنا وها هو صديقي الزومبي قادم إلي، لا أعرف ماذا يريد، يريد ترحيب بي أم ماذا، لكن سوف أحاول القضاء عليه. ليس لدي الوقت لكي ألعب معك يا صديقي الزومبي. حسنا دعوني أصعد لفوق. حسنا جيد جيد جيد، أوكي ثم سوف أخذ هذا اللبس. ممتاز، والآن بإمكاننا الاستمرار يا شباب في البحث هنا. حسنا في هذا الكهف. حسنا دعوني أستمر، وهنا طريق مغلق. حسنا دعونا لكي نعود أدراجا يا شباب ونخرج من هذا الكهف الذي قمنا باستكشاف. أوه هنا تفرع آخر لم أرى. حسنا لكن نهايته قريبة. حسنا دعونا الآن لكي نذهب ونبحث في مكان آخر. هنا بعد الجولد، لكن صراحة لا أحتاج إليه، لكن سوف أخذه. حسنا لن أعود خالي الوفاض يا شباب، بما أنني لم أعثر على ما كنت أبحث عنه، إذن فلن أعود خالي الوفاض. على الأقل سوف أخذ معي حبتين من الجولد. حسنا دعونا الآن لكي نستمر في البحث. حسنا الجرافل، لنرى كم من الجرافل جمعت يا شباب. عندي 53 حبة. أوه حبيب حبيبي، وات وات، وكل هؤلاء يا شباب. لحظة لحظة، تعالوا 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 إلى مكان، إلى مكان لا تستطيعون قتلي فيه. حسنا مثلا مثلا هذا المكان، هذا المكان جيد. حسنا الطعام رائع. حسنا أنا أيضا عندي الأسهم يا شباب. حسنا أوكي أوه لم أصب. حسنا أيوة أصبته أصبته. تعال 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 تعال، اضرب 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 يا وغد، اضرب أيها الوغد. حسن تعال تعالوا تعالوا تعالوا، سوف أقتلكم جميعا. أوه كمية السكلاتون يا شباب هناك. حسنا تعال، أوكي أوكي سوف أقتله سوف أقتله. حسن تعال تعال أنت الثاني، أوكي ممتاز أوكي. حسنا أيوة 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 أيوة، موت موت يا أخي موت يا أخي موت. ممتاز قتلتهم. طعام 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 لكي أستعيد طاقتي. جيد جدا، أوه ممتاز، لقد استعدت طاقتي والآن يمكنني الاستمرار يا شباب. أوه أرأيتم كمية السكراتون الموجودة هنا؟ ما هذا التفرع يا شباب؟ أظن بأنني كنت هنا صحيح؟ حسنا لقد كنت هنا يا شباب. أوكي دعونا لكي أخرج من هذا المكان. ممتاز، والآن دعونا لكي نبحث في مكان آخر. حسنا مثلا إذا أتينا إلى هنا، ماذا يوجد هنا؟ هنا مسدود، طريق مسدود يا شباب. حسنا
إذا هذه النهاية شباب. توجد هنا نزلة، ما رأيكم إذا نزلنا يا شباب؟ حسناً 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 حسناً. هل سوف أعثر على شيء؟ لا شيء حسناً، لقد تعب لقد نزلت على الفاضي. حسناً دعوني أصعد الآن، ممتاز. حسناً بعد أن صعدنا الآن إلى أين سوف أتوجه الآن يا شباب؟ صراحة لا أدري. توجد هنا، حسناً أظن بأنني سوف أصعد من هنا يا شباب. حسناً لنرى ماذا يوجد هناك. حسناً بما أن هنا فارغ يا شباب، دعوني لكي أصعد لفوق والأرى ماذا سوف أجد هنا يا شباب، ما الذي ينتظرنا في هذا المكان. حسناً 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 حسناً، ألم أصل بعد؟ واو. حسناً إذن دعوني، جيد حسناً، ثم أنزل. أوكي أنا جائع الآن، رائع. الآن سيفي ثم نتقدم للأمام. حسناً توجد هنا لافا، يجب علي أن أكون حذراً يا شباب، وهنا الكثير من الايرون يا شباب. لو انني يا شباب لم اقم بصناعه مصنع الايرون لما وجدته امامي يا شباب، وهكذا مع الدايموند يا شباب. ان قمت بصناعه يوما يا شباب مصنع الدايموند فسوف اجده في يعني في الخارج وليس فقط في الكهوف. حسنا دعونا لكي نذهب من هذا الكهف لكي نرى، لكن لا يوجد اي شيء هنا، وعلي وضع اشاره بانني كنت هنا يا شباب يوما ما. حسنا ثم نستمر في الدخول الى الداخل. حسنا 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 حسنا، يجب علي ان اتعمق كثيرا في اخافني هذا الشيء. حسنا اخافني هذا الصوت. حسنا 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 حسنا، اذا علي شوفوا معي دايموند. دعوني دعوني كي اتذكر الطريق، الطريق من هنا حبيبي. حسناً ثم من هنا. حسناً جيد جداً لكي أتذكر الطريق يا شباب. لا أصدق أنني عثرت على الدايموند يا شباب. شوفوا الدايموند أين يوجد، هنا. حسناً هذا المكان، حسناً لا يوجد شيء هنا، لكنني أسمع بعض الأصوات العناكب. حسناً أربع حبات. يا سلام عليك يا سلام عليك. ما هذا المكان؟ هنا مكان آخر شباب، هنا تفرع آخر. حسنا يجب علي التذكر هذا المكان يا شباب لكي أعود إليه وأقوم باستكشافه. حسنا الآن هنا كنت فيه. حسنا إذن سوف أضع الدرت هنا يا شباب. حسنا سوف أضع الدرت هنا دليل على أنني كنت في هذا المكان، لأنني صراحة سوف أضع في هذا المكان لا محالة. حسنا إذا أننزل للأسفل أم أننا إذا نزلت للأسفل فسوف أعود من حيث أتيت في الأول. حسنا وأنا لا أريد ذلك، لهذا دعوني أبحث في مثل هذه الأماكن هنا يا شباب، في مثل هذه الطرقات. حسنا حسنا توجد هنا. واو سبايدر حبيبي، ما الذي تفعله هنا ولما هو عالق هنا يا شباب؟ السبايدر كان عالقا هنا يا شباب. حسنا اذا هنا كنت فيه، جيد. اذا دعوني لقد سقطت يا اصدقاء. حسنا صوت مخيف، اللابز لازولي يا شباب، عثرت على اللابز لازولي. حسنا أتمنى أن لا يخرج لي أي وحش على غفلة يا شباب مثل الكريبر السابق. حسنا لم أخذ. حسنا دعونا الآن لكي نستمر ونرى. مثل ما أخبرتكم إذا نزلت فسوف أعود من حيث أتيت، لكن دعوني أزيل هذه العوائق يا شباب ثم نستمر في الدخول ولنبحث في هذه الكهوف. مثل ما أخبرتكم إذا نزلت يا شباب فسوف أعود من حيث أتيت من الأول. حسنا إندرمان. حسنا إندرمان يا شباب أيضا سوف أحاول قتله يا شباب، لأنني سوف أحتاج إلى أعين الإندرمان. حسنا يوجد هنا تفرع في الأعلى، لكن صراحة لا أعرف إلى أين سوف يؤدي بي يا شباب، لكن لا أعرف صراحة إلى أين سوف يأخذني. لنرى لنرى لنرى. حسنا هنا كنت قد واجهت يا شباب ملائكة السكيلاتون. حسنا
وهنا ايضا تفرع للاعلى. حسنا فهمت. اوكي حسنا، اذا كيف ساخرج يا شباب؟ اظن بانني نسيت. نعم هذا هو الطريق. اوكي اوكي جيد جدا، لقد عثرت على الطريق، ممتاز. اذا هنا كنت فيه الان يا شباب، بدن لن اعود الى هنا مره اخرى. حسنا دعوني اكل بعض الطعام، ممتاز. ثم اخرج سيفي، وماذا عن هنا؟ هنا ايضا اظن بانني كنت فيه، اما لا لا هذا طريق الخروج. اوكي ممتاز، والان سوف اذهب من هذا المكان يا شباب، من هذا الطريق. حسنا لكي نرى الى اين سوف ياخذني يا اصدقاء. حسنا 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 حسنا، يا رب ان اجد بعد الدايموند مجددا. حسنا ايوه اوكي، انا الان اصعد لفوق، وصراحه اشتقت الى مثل هذه الكهوف يا شباب. اتذكرون شكل الكهوف عندما كانت بهذا الشكل؟ صراحه اشتقت اليها كثيرا. حسنا لكن لا مشكله، دعونا الآن لكي نعود يا شباب. هنا لا يوجد شيء، وبما أنه لا يوجد شيء يجب علي تعيين هذا المكان بأنني كنت فيه. ما رأيكم إن أخذنا بعض الريدستون يا شباب؟ حسنا سوف أخذ معي بعض الريدستون يا شباب، لكي لا أعود خالي الوفاض مجددا يا شباب، بما أنني لم أعثر على الشيء الذي كنت أبحث عنه. ممتاز حسنا، أسمع بعض الأصوات الزومبي بالقرب مني لكن لا أعرف أين يوجدون. إذن هنا كنت فيه يا شباب، لذا سوف أضع علامة هنا يا شباب، ثم أنزل للأسفل ونرى إلى أين سوف يؤدي بنا هذا الطريق. أوكي ممتاز، أنزل للأسفل. أوه ما هذا الديرت يا شباب، أنا وضعته. أوكي أنا وضعته هنا. حسنا إذن ماذا إن نزلنا إلى الأسفل أكثر؟ حسنا نزلنا الى هنا لكن لم نعثر على اي شيء كما ترون. شوفوا معي غرفة صراحة مغلقة. حسنا بعد كنا الان في هذا الاسفل يا شباب، وهنا ايضا لا يوجد فيه اي شيء. اذا فتشنا هذا الكهف بالكامل على ما اظن، لذا دعونا لكي نخرج منه ونبحث عن في مكان اخر يا شباب، ربما نعثر على شيء مهم جدا. حسنا هذا الكهف ليس فيه اي شيء. اوكي دعونا الان لكي نبحث في اماكن اخرى. اوكي اضرب 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 يا حيوان، اضرب اضرب. اوكي ممتاز، يوجد غيرك؟ حسنا لا يوجد اي شخص اخر هنا. حسنا توجد هنا هذه النزلة، صراحة لا اعرف ماذا سوف اجد هنا، لكن أتوقع بأنها فارغة. حسنا هذا المكان فارغ وليس فيه أي شيء، تعبت فقط على لا شيء. حسنا إذا دعوني أصعد. هذه الحفرة ليس فيها أي شيء يا شباب، لذا دعونا لكي نبحث. توجد نزلة أخرى هنا، ما رأيكم إذا قمنا باستكشافها يا شباب؟ هل سوف نجد شيئا مثيرا للاهتمام؟ ما رأيكم؟ حسنا دعوني أسقط هذا الجرافل يا شباب، ممتاز. والله صراحة في اللعبة توجد أصوات مخيفة جدا، ولا أعرف يا شباب أين مصدرها. حسنا دعوني أزيل هذا الجرافل هنا، لأنني أصلا سوف أحتاج إليه يا شباب. إذا كان صنع الأسهم يا شباب من الجرافل فسوف يكون سهلا جدا. أوه شوفوا معي، لحظة 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 لحظة، الحمد لله الحمد لله، لن أعود خالي الوفاض يا شباب من هذا الكهف، لن أخرج خالي الوفاض. عثرت على حبة إيميرالد، ممتاز، لكن صراحة حبة واحدة لا تفيد بشيء. أوكي لحظة، أين أنت؟ أين أنت؟ والله لن أتركك تهرب حبيبي حبيبي حبيبي، تعال. حسنا سوف أكل بعض الطعام، ممتاز جميل جدا. يبدو بأن مقطعنا اليوم سوف يطول كثيرا يا شباب، لذا استحملوني. كيف سوف أمر يا شباب؟ حسنا أوكي لا 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 لا. حسنا هذا المكان رائع جدا،
إذا سوف أضع إشارة بأنني أتيت من هنا. حسنا، وهذا المزعج. تعال تعال. أوه، ومعك صديق آخر. ممتاز، الحمد لله الحمد لله. ما هذا المكان؟ حسنا، هنا بعض اللبز لازول يا شباب، أقوم بأخذه أم لا؟ حسنا، لا أدري، سوف أخذه. أوكي، بما أنني لم أعثر على ما كنت أبحث عن. ممتاز. بالنسبة للجولد يا شباب، لن أقوم بجمعه كثيرا لأن عندي الكثير منه يا شباب. أوه، توجد هنا نزلة. حسنا، إلى أين سوف تأخذنا يا ترى؟ حسنا، أوه دايموند دايموند دايموند، أنا آت، انتظرني انتظرني يا صديقي، أنا معك، أنا آت أنا آت أنا آت أيها الدايموند. يا سلام عليك، يا رب أن تكون أكثر من حبة، يا رب يا رب يا رب يا رب، أسألك أن تكون أكثر من حبة يا رب. حسنا، واحدة فقط يا شباب. حسنا يا شباب، الآن دعونا لكي نخرج من هذا الكهف، لكن كما ترون يوجد هنا تفرع على ما أظن. ما رأيكم إن قمنا باستكشافه؟ حسنا، أوه حسنا، على أي ارتفاع أنا الآن يا شباب؟ صراحة لا أعرف، 39 أو 38، أظن بأن الارتفاع 39. حسنا، أوه يوجد هنا أماكن رائعة جدا. حسنا، هنا توجد لافا، لن أحتاج لكي أقوم بتعيين المكان. والآن دعونا لكي نبحث هنا ونرى إن كنا، أوه نزلة أخرى يا شباب، نزلة أخرى. حسنا، يبدو بأنني سوف أبحث في جميع في جميع الحفر يا شباب. أينما وجد جحر يا شباب سوف أدخل إليه. حسنا، دعوني أخذ معي ريدستون هذا، ويبدو بأن رحلتنا هذه شباب سوف تكون ممتعة جدا. أوكي، قد أغلقت علي الطريق، لكن لا بأس، سوف أحتاج إلى الجرافل أصلا يا شباب، لذا سوف أقوم بأخذه معي. لو أنني أحضرت ريشا يا شباب يعني لصنعت المزيد والمزيد من دعوني بالأول أضع شمعة هنا لكي أتذكر الطريق. حسنا، ممتاز، ومثل ما أخبرتكم لو أنني أحضرت الريش يا شباب كنت سوف أصنع المزيد من الأسهم وكانت سوف تفيدني كثيرا. حسنا، هنا كنت فيه وهنا كنت فيه. حسنا، وماذا عن هنا يا شباب؟ حسنا، هل سوف أعثر على شيء هنا؟ يا رب أن أعثر على، أوه جميل جدا جميل جدا. وات وات، الدايموند يا شباب، كم جمعنا من الدايموند؟ شوفوا معي، 7 حبات من الدايموند. يا سلام، بما أن الدايموند موجود هنا أوه حبة أخرى. جميل 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 جميل، جميل جدا جميل جدا جميل جدا. حسنا، أوكي أخذتها يا شباب، رائع جدا. يبدو بأنني لن أخرج يا شباب من هذا المكان إلا أن أجمع نصف الستاك من الدايموند على ما أظن، أو لا أدري صراحة، المهم يجي أو ستاك كاملا لا أدري صراحة، لكن سوف نرى هذا. حسنا، دعونا نبحث في مكان آخر. أوكي، لا أريد صراحة، لا 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 لا. أوف، المشكلة هذه البلوكات يا شباب تعيقني كثيرا يا شباب في التحرك. حسنا، دعوني أنزل للأسفل. دايموند، يا سلام، أخبرتكم بأن اليوم يوم حصاد الدايموند. يا رب أن تكون أكثر من حبة. جميل جدا جميل. أوه، ما زال هنا الكثير، ما زال هنا الكثير، ما زال الكثير. اليوم يوم حظي، اليوم يوم حظي، رائع جدا. كم من حبة؟ 12. لن أخرج يا شباب إلا أن أجمع نصف الستاك من الدايموند. حسنا، دعونا لكي نبحث في هذه الأماكن الصغيرة، ربما نعثر على شيء. حسنا، لا يوجد شيء، دعوني أوه لا، لحظة، شوفوا معي، دايموند دايموند، يا سلام عليك يا سلام عليك.
يا سلام عليك يا سلام عليك. حسنا لم يعد هنا الدايموند، دعونا لكي نخرج يا شباب. رائع جدا رائع جدا، أخبرتكم بأن اليوم يوم حظي، اليوم يوم حظي يا شباب. لهذا كان هنا الكريبر هنا يا شباب. دعوني أدخل من هذا التفرع لكي نرى. مغلق حسنا لا يعيب، هنا مغلق لا مشكلة، كنت فيه. ودعوني أدخل من هنا يا شباب لنرى الآن ماذا يوجد هنا. أظن بأنني أصلا أتيت من هنا. حسنا والآن إلى أين سوف أتجه؟ سوف أذهب، هذا طريق الخروج. حسنا الآن ما رأيكم إذا نزلنا للأسفل؟ حسنا الأسفل كنت فيه، أوكي ممتاز. إذا ضع هذه هنا، أوكي. شوفوا كم بقي من الديرت عندي، يجب أن أكون منتبها يا شباب، لا يجب علي تضيع المزيد والمزيد من الديرت يا شباب لأنني سوف أحتاج إليه. ما رأيكم إن دخلنا إلى هنا يا شباب؟ صراحة لا أدري ماذا يوجد هنا، لكن أظن بأنني كأنني كنت في حسنان. إذن دعوني أعود أدراجي، لكن هذه المرة سوف أستخدم هذا. حسنان هنا لم أذهب منه يا شباب، هنا لم أذهب من هذا الطريق أبدا، يجب علي الذهاب من هنا والبحث. دايموند دايموند يا شباب، اخيرا اخيرا كنت سوف افلت هذا الدايموند الجميل. يا سلام عليك حسنان. لا اريد اخطاء ولا اريد ارتكاب اي حماقة، لهذا يكاد فأسي يا شباب ينكسر حسك، لكن لكن ليست مشكلة يا شباب، لقد احضرت الكثير من الايرون يا شباب، احضرت الايرون احتياط. لا حسبت بانه كريبر، والله اخافني، حسبت بانه كريبر. حسنا ممتاز، اذا دعونا لكي نرى يا شباب ماذا. جدار من اللافا. انا لا اجيد السباحة في اللافا يا شباب، اذا لن اتسلق. حسنا هنا لا يوجد شيء، انتبه للأسقف يا يوبي لأنه قد تكون هناك دايموند، حبة دايموند وأنت لم ترى. حسنا لن أعود خالي الوفاض يا شباب، انكسر فأسي. حسنا دعوني آتي إلى هنا حيث لن يحصل لي أي شيء. حسنا دعوني أضع الكرافتن تايبل ثم أصنع لي بيكاكس يا شباب جديد. ايوه ممتاز، رائع جدا. حسنا ثم اخذ معي هذا، جميل جدا. حسنا ما زال هنا هذا. حسنا الريدستون دعوني اخذه ثم اغادر هذا المكان الان، جميل جدا. حسنا اذا من اين علي الذهاب؟ من هنا. حسنا يجب علي الذهاب من هنا، لكن صراحه يوجد هنا طريق اخر، لكن هذا طريق صعوديا. حسنا الماء مزعج يا شباب، لهذا صراحة أحضرت هذا الباكيت، هذا الباكيت أحضرته أساسا لللافا وليس للماء، لكن صراحة كما ترون أنا لا أستخدمه، أحضرته فقط احتياطا. حسنا دعونا لكي نرى هذا التفرع يا شباب، يبدو بأنني لم أكن هنا يا شباب نظرا لهذه البلوكات. حسنا جميل جدا. حسنا هنا مغلق، سوف أخذ معي بعض الريدستون يا شباب. أوكي كم من ريدستون جمعت الستاك، يبدو بأن هذا يكفي يا شباب، لن أخذ المزيد من الريدستون. أوكي أساسا أنا لا أشتغل به كثيرا. حسنا دعونا لكي نقوم بزيارة هذا المكان لنرى ماذا يوجد هنا. أوكي لا شيء. حسنا مثل ما أخبرتكم الريدستون لن أقوم بأخذه، وهذا كل شيء. حسنا هذا المكان ليس فيه أي شيء. أوكي دعوني أعود. شوفوا معي يا شباب، إنهم السكيلتون، إنهم الوحوش. تعال تعالوا يا أحبابي تعالوا.
حسنا أستطيع قتل واحد منهم حسنا أو لم أستطع حسنا. إذا رفعت السهم ممتاز هو قادم إلي. حسنا تعال 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 تعال. أنا أستدرجه إلى هذه الغرفة يا شباب. أوكي ممتاز. لقد مت من الضربة الأولى. أنت غبي أم ماذا؟ حسنا أظن أنني كنت هناك يا شباب. أظن بأنني كنت هنا، ما رأيكم؟ كنت هنا يا شباب. حسنا لا أستطيع وضع الشموع، لا أستطيع وضع يا شباب الديرت لأنني سوف أحتاج إليه، كما أن الوحوش أغلقت علي الطريق يا شباب. حسنا هذه النزلة كنت فيها يا شباب، إذا يبدو بأنني سوف أحارب الوحوش. لا خيار عندي يا شباب غير قتال أولئك الأوغاد. انفجر عليه. ممتاز. وات؟ أما زلت حيا؟ حسنا اضرب 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 اضرب. ممتاز. دعوني أتناول شيئا. رائع جدا. حسنا استعدت طاقتي من جديد. حسنا الآن يمكنني القتال مجددا. حسنا هنا كنت فيه وهنا. إذن دعونا لكي نغادر هذا المكان الآن بما أنني قمت باستكشافه. جيد. إذن أين طريق الخروج؟ طريق الخروج من هنا. ويوجد تفرع آخر يا شباب، لذا سوف أحاول الدخول إليه. حسنا 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 حسنا. أوكي مشكلة. حسنا أوكي. مثل ما أخبرتكم لقد أحضرت هذا الباكيت فقط من أجل اللافا هذه. حسنا بما أن اللافا موجودة هنا دعوني أقوم بتجهيز لها مكانا مناسبا. سوف أضع لها أنشئ لها مكانا مناسبا يا شباب، يعني على هذا الشكل. أوكي ثم وات. أوف أخافني هذا الشيء. حسنا دعوني أضع هكذا على هذا الشكل. ممتاز. الآن يمكنني الاستمرار في النزول. أوه هذا الكهف لم أكن فيه يا شباب، لكن لا يوجد شيء هنا. حسنا وبما أن لا يوجد شيء هنا يا شباب دعوني لكي لا أعود خالي الوفاض وأحضر معي بعض الأيرون يا شباب، مع أنني لست في حاجة إليه. من هنا من هنا يا شباب. نسيت من أين أتيت. حسنا أسمعتم هذا البرق يا شباب. حسنا الآن حان الوقت كي أخرج من هذه الحفرة يا شباب. دعونا لكي نصعد للأعلى. لقد تذكرت من أين أتيت. حسنا 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 حسنا. لم أصل لفوق. واو ما زال بعيدا. حسنا وسوف أحاول الوصول إلى مكان آخر. حسنا على هذا الشكل. أو زومبي زومبي. و ماذا تريده يا أخي؟ ماذا تريده يا أخي؟ ماذا تريده يا أخي؟ ماذا تريد؟ ابتعد عني لو سمحت. ابتعد عني. يوجد هنا تفرع يا شباب. حسنا هل يمكن أن أجد هنا شيئا مثيرا للاهتمام؟ حسنا لا يوجد شيء. دعوني أبحث في مكان آخر. مع هذه النزلة. حسنا أظن بأنني كنت هنا يا شباب، لذا لن. سبونر سبونر آخر، لكن هذا الكريبر سوف يزعجني. لحظة لحظة لحظة، هذا الكريبر الذي سوف يزعجني. تعال تعال تعال. أوكي ممتاز قتلته. جميل جدا. الشموع الشموع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أوكي أوكي أوكي. رائع جدا رائع جدا. قمت بتشميع هذا السبونر. سبونر آخر يا شباب. يا سلام. مع أنني لم أقم باستكشاف تلك الصناديق، دعونا الآن لكي نفتح هذه الصناديق ولنرى ماذا يوجد في داخلها.
لا لا أصدق، دايموند هارس آرمر وأيضا آيرون هارس آرمر. لا أصدق لا أصدق، أترون على ماذا حصلت؟ لا أصدق يا شباب، هذا نادر جدا، كيف استطعت الحصول عليه؟ وأهم شيء أيضا وهو النيم تاج يا شباب، النيم تاج يا شباب سوف أحتاجه، دعوني أضعه هناك وسوف أخذه معي. حسنا سوف أخذ معي هذا البون يا شباب، أوكي ممتاز. الخبز لن أحتاج إليه، ميلون سيد حسنا ليس حاليا. لنرى الآن الصندوق الثاني. لا أصدق مرة أخرى، مرة أخرى يا شباب، شوفوا معي، اثنان من دايموند هارس آرمر. يا سلام عليك، أنا محظوظ اليوم كثيرا، أنا اليوم محظوظ جدا جدا جدا، رائع جدا. ولدي واحد آخر يا شباب، شوفوا معي، جولد هارس آرمر. يا سلام، هذه الدروع الأحصنة يا شباب، الحديد وكذلك الذهب وكذلك الألماس. يا سلام عليك، ماذا سوف أخذ معي؟ دعوني أخذ هذه العظام يا شباب. حسنا، مع أنني صراحة لن تفيدني في شيء إلا في ترويض الكلاب يعني. حسنا، هذا كيف سوف أخذه؟ حسنا، على ماذا سوف أستغني هنا؟ لابد من أن أستغني على شيء يا شباب. شباب أنا يكفيني واحدا فقط، هل يمكنني بيع هذا وهذا؟ لو أنني أستطيع بيع هذه الثلاثة يا شباب فسوف أقوم ببيعها للقرويين، لكن ماذا سوف يعطوني بالمقابل؟ هذا هو السؤال صراحة. لكن لا يهم، دعوني الآن، أريد أخذهم، لكن عن ماذا سوف أستغني؟ عندي كابل ستون سوف أستغني عنهم وسوف أخذ هذا، هذا أيضا لا أعرف ما هو وسوف أخذه. وصراحة هذه الرحلة مرة جميلة جدا، ويبدو بأنني سوف أكتفي بهذا القدر وسوف أعود الآن إلى المنزل يا شباب. دعونا الآن لكي نعود إلى البيت، أو يمكن الاستمرار يا شباب لا أدري صراحة. وهنا بعض اللبز لازول يا شباب، ما زلت صراحة أريد الحصول على الدايموند، لكن هنا المزيد من هنا مزيد من الكهوف يا شباب لم أقم باستكشافها. سوف أخذ معي بعض اللبز لازول يا شباب، دعوني أخذ هذا. أوكي يا رب ألا يأتي إلي ذلك السكيلتون يا شباب، ممتاز. والآن سوف أعود أدرج يا شباب وسوف أعود إلى المنزل بهذه الموارد التي حصلت عليها يا شباب. أنا جائع لو لم ألاحظ ذلك من كثرة الاندهاش يا شباب، من كثرة الاندهاش لم ألاحظ ماذا كان ينقصني. حسناً، إذن كيف سوف أغادر هذا المكان يا شباب؟ حسناً، أظن بأن هذا هو طريق العودة. يا رب لا أكون قد ضيعت طريقي يا شباب. حسناً حسناً حسناً، لا 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 لم أضيع طريقي، هذا هو الطريق الصحيح. وسوف أنزل للأسفل، وهنا أيوة ممتاز. تعال أنت، تريدون قتلي بعد أن انتهيت؟ حسناً لن تستطيعوا أبداً. حسناً، إذن طريق العودة لا 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 لا، لم نتفق على هذا يا شباب، لم نتفق على هذا، نحن مسالمين. حسنا، سوف أقتل واحدا على الأقل، ممتاز، واحدا سوف أقتله بسيفي. حسنا، أيوة، انفجر بعيدا، ممتاز، لم ينفجر علي. أوكي هذا هو طريق العودة يا شباب. حسنا ممتاز، عثرت عليه، والآن يمكنني العودة بأمان. حسنا، ما هذا؟ حسنا، أوكي، يا سلام عليك شباب، أرأيتم ما رأيته؟ لحظة، حسبت بأنه سبايدر، هل ترون ما أراه؟ هل يمكن أن يكون ذلك حقيقيا؟ هل يمكن يا شباب أن يكون حقيقيا؟ لحظة يا شباب، لا أصدق صراحة بأنه سوف يكون حقيقيا، لا أظن بأنه سوف يكون حقيقيا. كرافتن، طيب لست في حاجة إليه الآن. حسنا بسم الله، سوف أغطس ثم وات؟ لا أصدق، هذا حقيقي،
هذا حقيقي. دعوني أتنفس، دعوني أتنفس، دعوني أتنفس. أين أين الباب؟ أين الباب؟ هذا هو الباب. أوف، دعوني أتنفس. دايموند يا شباب، أسفل الماء. والله هذا لا يعقل أبدا. وحبتين، حبتين يا شباب من الدايموند أسفل الماء. هذا مستحيل، هذا مستحيل حقا. حسنا، يبدو بأنني سوف أستمر في البحث في هذا المكان يا شباب. حسنا حسنا حسنا، هنا لا يوجد شيء. أوكي، ماذا إن غطست إلى هنا؟ أوكي، وهنا أيضا لا يوجد شيء. أتدرون إن وجدت المزيد من الدايموند في هذا المكان؟ أليس ذلك الدايموند؟ لا أدري صراحة، لكن سوف أستمر في الغطس. حسناً، أوكي، لا يوجد شيء. وات؟ يا أخي، من أين خرجت أنت؟ من أين خرجت؟ من أين خرجت؟ أوكي، ممتاز ممتاز. لا أعرف صراحة من أين أتى هذا. كنت دعوني أكل بعض الطعام. حسناً، انظروا معي، دايموند آخر يا شباب، دايموند آخر على ما أظن. حسناً، أين الباب؟ أين الباب؟ الباب سوف أضعه هنا. أوكي، ممتاز، جميل جداً. دايموند آخر يا شباب، دايموند آخر، لا أصدق. حبتين، ثلاث حبات، أربع حبات من الدايموند، لا أصدق يا شباب، لا أصدق يا شباب. عثرت على الكثير من الدايموند اليوم، اليوم يوم حظ يا شباب. حسنا، دعوني أكل بعض الطعام مجددا. ووو، سوف أبحث من جديد يا شباب. هنا حسنا، لا يوجد هنا أي شيء. أوكي، قبل قليل رأيت شيئا يشبه الدايموند صراحة، ولا أعرف إن كان هو أم لا. هنا 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 هنا. لا أصدق، لا أصدق، أكان الدايموند مختبئا هنا طوال الوقت ولم أكن أعرف بوجوده. الدايموند كان مختبئا هنا طوال الوقت ولم أره قط يا شباب. يا سلام عليك، يا سلام عليك. يبدو بأنني لن أنهي هذه الحلقة يا شباب. أتعرفون كم من دايموند عثرت عليه اليوم؟ لم يسبق في حياتي يا شباب أن حلمت بكمية هذا الدايموند. حسنا، هنا لم أبحث كثيرا يا شباب، ربما أعثر على المزيد يعني. حسنا، لا يوجد شيء. حسنا حسنا حسنا، دعوني أغلق هذا الفيضان، هذا الفيضان يجب أن أغلقه. حسنا 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 حسنا، هذا الفيضان يجب أن أغلقه يا شباب. أوه، يبدو بأنني سوف أستكشف المزيد من هنا يا شباب. حسنا، يبدو بأنني سوف أستكشف المزيد هنا. أوكي، هنا لا يوجد شيء، دعوني أعود أدراجي يا شباب. حسنا، واو، حسنا دعوني أعود، دعوني أعود. يبدو أنا آسف جدا يا شباب إن كان المقطع طويلا، لكن كما ترون، أوف، أخفتني، أخفتني يا رجل، أخفتني يا رجل. تعال أيوة تعال، سوف أنزل معك للأسفل، سوف أنزل معك للأسفل. لا يوجد شيء هنا. ووت، انظروا معي، أليس هذا الأوبسيدين يا شباب؟ يا سلام عليك. حسنا، دعوني أخرج من هذا المكان. حسنا حسنا، أوكي ممتاز. كنت صراحة أريد الحصول على شيء آخر اسمه الكريستال يا شباب، لكن لم أصادفه إطلاقا اليوم يا شباب، لا أعرف لماذا، لكن سوف أحاول البحث عنه يا شباب في المرة السابقة يا شباب، في المرة القادمة إن شاء الله. أو سبونر آخر، سبونر آخر، لحظة لحظة لحظة، سبونر زومبي، سبونر زومبي يا أخي، لحظة يا أخي لحظة. حسنا، سبونر زومبي،
لا 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 اللعنة عليك، اللعنة عليك، اللعنة عليك، اللعنة عليك أيها الزول، أيها الكريبر، اللعنة عليك. ما هذه الأشياء؟ أوه شوفوا معي أرمر هورس يا شباب، إنه درع الحصان. حسنا شيء غير مفيد هنا، الباب أو حسنا أو هذا يا شباب، حسنا أو الباب يا شباب غير مفيد أكثر. حسنا أوكي أوكي أخذت الحصان يا شباب وأخذت تلك الأسطوانات، جميل جدا. وما هذا؟ هذه أسطوانة ذهبية يا شباب، دعوني أخذها أيضا. مع ماذا سوف أتخلى؟ الأيرون. وداعا يا حبيبي، وداعا أيها الأيرون، وداعا وداعا. يا لسوء حظ يا شباب، لقد فجر الكريبر يا شباب السبونر الذي حلمت بأن أجده يا شباب. أتعرفون يا شباب كم تمنيت أن أحصل على ذلك السبونر؟ وبعد أن حصلت عليه يا شباب قام الكريبر بتفجيره بسهولة، تبا له يا شباب، سحقا له. حسنا دعونا لكي نغادر الآن هذا المكان يا شباب، يبدو بأنني سوف أتذكر هذا المكان جيدا وسوف أعود إليه في يوم من الأيام يا شباب. حسنا بعد أن اجتزت هذه البركة يا شباب، دعونا الآن لكي نخرج من هذا المكان ولنعود إلى منزلنا يا شباب بهذه الموارد التي حصلنا عليها. لكن يبدو كأنني نسيت الطريق. لا لا لم أنسى الطريق، هذا هو الطريق الصحيح. نعم وهو هذا الكهف يا شباب، على فكرة أنا لم أستكشف بعد هذا الكهف بالكامل يا شباب. حسنا دعوني أصعد فوق، ومثل ما أخبرتكم يا شباب لم أقم باستكشاف الكهف بالكامل، وما زال هناك الكثير من الأشياء التي يجب علينا استكشافها في الحلقات المقبلة إن شاء الله. حسنا الآن دعوني أخذ هذه الموارد إلى منزل يا شباب، ومن حسن حظي أنني خرجت في الصباح، يعني أمضيت هنا اليوم بالكامل يا شباب، لقد أمضيت هنا يوما كاملا. أوه خرجت أخيرا، أتصدقون هذه أول مرة يا شباب أقوم برحلة كهفية ولم أمت فيها إطلاقا. يا سلام عليك، وخرجت بموارد مذهلة 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 جدا. حسنا أدخل يا صديقي يوبي، أدخل. أما الآن دعونا لكي نرى الموارد التي استطعنا جمعها اليوم يا شباب. شوفوا معي، 2 من دايموند هورس أرمر يا شباب، وكما ترون 1 جولد هورس أرمر، واثنان ايرون هورس ارمور. يا سلام، وايضا النيم تاج يا شباب، ويمكنني الان تسميه كلبي وحصاني رسميا يا اصدقاء. وعندي ايضا 22 حبه دايموند، يعني يمكنني الان صناعه بعض الادوات يعني او الاسلحه من الدايموند يا شباب، ويمكنني الآن صناعة آلة التطوير يا شباب لكي نقوم بتطوير الأسلحة التي سوف نقوم بصناعتها. لكن تطوير الأسلحة يحتاج إلى الإكس بي يا شباب، يحتاج إلى الكثير من الإكس بي. وبعد أن حصلنا وبعد أن وصلنا إلى سبونر زومبي يا شباب لكي نحصل على الإكس بي يا شباب أكثر من سبونر العناكب يا شباب، قام الكريبر اللعين بتفجيري. لا أصدق صراحة خيبة الأمل هذه، لكن الحمد لله اليوم خرجنا بكمية موارد ممتازة جدا. سوف أحاول السيطرة على سبونر البليز يا شباب الموجود في عالم النذر، هو أيضا يعطي الإكس بي أكثر من الزومبي، ويمكنني صناعة يعني مزرعة الإكس بي يعني في السبونر البليز يا شباب، وأقوم يعني بالحصول على الكثير من الليفل. بعدها يمكن تطوير أسلحتي إلى تطويرات خيالية جدا، وكل هذا سوف نراه إن شاء الله في المقاطع المقبلة إن شاء الله. فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وأنا آسف جدا إن طولت عليكم قليلا. ولا تنسوا تفعيل زر التنبيهات كي يتمثل بكم كلما نزلت مقطع جديد. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله، كان معكم أيوب أو يوبي. إلى اللقاء.